أحسن الله إليكم. الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله محسن يحب الإحسان، إن الله محسن يحب الإحسان. وهذا الحديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله كتب الإحسان على كل شيء، حتى في القتل، حتى في القتل، سواء كان القتل لآدمي أو لغير آدمي، لمن يعني الآدمي اللي هو المرتد اللي يباح دمه الذي مر بنا الآن، القاتل، المرتد، الزاني المحصن، الخائن، كل هؤلاء الذي يعمل عمل قوم لوط، كل هؤلاء، طيب هؤلاء يحسن في قتلهم. والرجم حالة استثنائية، الرجم حالة استثنائية لأنه أتى بشيء عظيم، وهو الزنا، ترك الحلال المباح وسلك الطريق إلى الحرام الممنوع. فيحسن القتل مع هؤلاء، حتى الكافر في القتال في الحرب يحسن القتل معهم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني التمثيل كره ذلك، قال: لا تمثلوا، ولكن يمثل بالمشركين إذا مثلوا بالمسلمين، إذا بدأوهم بذلك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. القصاص لا يعتبر يعني من التمثيل المحرم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرعاة أو الراعي، لما رأى العرانيين ومن معهم قد سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه، أمر بهم فسملت أعينهم وقطعت أيديهم وقطعت أرجلهم ثم تركوا حتى ماتوا، لأنهم الذين فعلوا ذلك. فالقصاص لا يكون يعني من عدم الإحسان، بل هذا من الإحسان، لأن هذا فيه إخافة غيرهم، هذا من الإحسان. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا قتل حتى لو كان قتل آدمي يحسن القتل. قال: وإذا ذبحتم، أي الذبيحة، فأحسنوا الذبحة أيضا. يعني إنسان يحسن إلى الذبيحة، يقول الإمام أحمد: تقاد إلى الموت قودا، يعني هينا لينا رفقا، يرفق بها وهي تقاد، توارى عنها السكين، لا يظهر السكين أمام الشاة أو البقرة أو الناقة أو الدجاجة، لا تظهر أمامها السكين، تخفى عنها، ولا تقتل أمام أختها أبدا، كل واحدة لوحدها، وهي بهيمة. وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، قال: وليحد أحدكم شفرته، حتى لا تعذب. إذا كانت الشفرة للسكين غير حادة تعذبها بها، لكن تكون حادة مرة واحدة وانتهى الأمر. ويقول الماهرون في الذبح، يقول: لا تذبحها هكذا، اذبحها هكذا، العكس، هكذا أسرع وأفضل لها، العكس، من تحت إلى أعلى وليس من أعلى إلى أسفل. قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أي بهذا العمل. نعم.